فمعنا مشاهدينا الكرام من عمان دكتور خضير كاظم حمودي الاقتصادي الخبير الاقتصادي. مرحبا بك دكتور خضير. إذا التظاهرات لم تتوقف منذ ما يزيد عن 12 يوما، إلى أي مدى ترى أن تعامل الحكومة مع الملف الاقتصادي كان السبب الرئيسي لاندلاع الغضب الشعبي في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الوضع الاقتصادي الذي يعيشه العراق وضع متردي ومتأزم نتيجة الفساد العارم الذي اجتاح القادة السياسيين بمختلف طبقاتهم ومختلف انتماءاتهم السياسية، وعلى رأسهم الحركات أو الأحزاب السياسية الدينية التي استأثرت بالحكم طيلة هذه الفترة وبدأت بالحصول على الثروات وعدم توفيرها بالإطار التنموية للبلد. لذلك هناك حالة لابد من الركون إليها، وهو قول للإمام علي يقول: عجبت لمن يبيت جائعا ولا يستل سيفه. الآن السيوف أصبحت مستلة وبدأت التظاهرات تأخذ مداها في مختلف محافظات القطر، وهذا ما يدعوني أن أقول بسم الله الرحمن الرحيم: أتى أمر الله فلا تستعجلوا، سبحانه وتعالى عما يشركون. طيب دكتور، موقع التنمية الاقتصادية المستديمة قال إن العراق في المرتبة 18 من بين 152 و 52. الصوت غير واضح. الصوت غير واضح، تسمعني الآن دكتور خضير؟ الصوت راح، ارجع لي سؤال، ما أسمع الآن. تسمعني بوضوح دكتور خضير؟ نعم. موقع التنمية الاقتصادية المستديمة قال إن العراق بالمرتبة 18 من بين 152 دولة تهتم بتحويل ثروتها إلى رفاهية مواطنيها. يعني ما الذي أوصل العراق برأيك إلى هذه المرتبة المتدنية؟ وهل تسويغ العبادي بأن هذا الوصول إلى هذا المستوى كان بسبب ما سماه محاربة الإرهاب؟ لا، بالعكس، الحكومات المتعاقبة منذ 2003 ولحد اليوم حكومات تعاقبت على العراق واستأثرت بثرواته ودمرت الجانب الاقتصادي والتنموي فيه، وذهبت هذه المليارات التي توفرت جراء الأسعار المرتفعة للنفط في حكومة المالكي إلى جيوب الفاسدين، وأدى ذلك إلى أن يصبح العراق في آخر السلم بالنسبة إلى الدول المختلفة، بعد أن كان في موقع تنموي كبير، وكان العراق ذا مركز اقتصادي يشار له بالبنان. أصبح العراق ضعيفا ذليلا باقتصاد متدني، ولهذا صارت ثائرة الشعب ضد الحكومات التي لم تستطع إدارة الاقتصاد العراقي إدارة سليمة. شكرا جزيلا لك من عمان، خبير الاقتصاد دكتور خضير كاظم حمودي.